كابتن سيف اجي لحضرتك في البدايه، يعني النجاح السنه دي كان نجاح مهم جدا مش بس اللاعبين وليكوا كجهاز طبعا. ان انتوا النهارده عايز تاكد جدارتك في ليفربول في وقت احنا 20 سنه خدنا 3 بطولات، فكان صعب قوي النادي الاهلي يكون في المكانه دي. كلمني عن الحلم بدا منين، انت حضرتك موجود من بدايه الحلم من 3 4 سنين، بدا منين وازاي خدتوا الطريق ده وازاي بداتوا؟ احنا الاول بدانا من يعني 4 سنين كان التوجه ان احنا خلاص هنعمل احلال وتجديد يعني هنبدا هنعمل فرقه جديده للنادي تقدر تحقق الطموحات بتاعه النادي. فاحنا كانت متقسمه ثلاث مراحل او ثلاث مجموعات، يعني احنا قلنا هنعتمد هيبقى في انتدابات من بره النادي تمام، وقطاع الناشئين في الفتره دي افرز 3 اجيال ورا بعض اقويه جدا من 2001 لحد 2004 زائد ان احنا هنبقي على عناصر الخبره اللي موجوده في الفريق القديم اللي هي تستحق تكون موجوده. ده بالنسبه للاعب. بالنسبه للمراكز احنا كان عندنا يعني نقص في بعض المراكز، كان تحدي جدا بالذات تحديدا يعني مركز حارس المرمى كان عندنا مشكله، كان عندنا يعني مش مشكله كبيره بس كان عندنا يعني كنا محتاجين حارس مرمى قوي. طب عملنا ايه في المشكله دي يا فندم؟ احنا ساعتها ده كان بقى جزء اللي هو الانتدابات اللي من بره النادي. احنا في الثلاث سنين دول دخل على الفرقه 6 لعيبه. 6 لعيبه 3 سنين في الثلاث سنين. ده رقم مش كبير قوي بس جبت اللي يفرق يعمل معاك الفرق. جبت بالظبط، يعني احنا حتى يعني كانوا منافسين من منافسين مباشرين لينا، يعني احنا عندنا 2 لعيبه من هليوبلس ولعيب من نادي الجزيره وثلاثه من نادي الزمالك. ثلاثة من نادي الزمالك. بول كيبر مروان محمد وعبد الرحمن فوزي كان قاعد هنا، ومهند الاشقر جه السنه دي كان معانا في رمضان. مهند الاشقر بالظبط ولد هايل بالظبط. اختياراتنا فنيه بس ولا كمان شخصيه اللاعب تناسب النادي الاهلي؟ النهارده مش اي لعيب يقدر يشتغل في النادي الاهلي، النادي الاهلي سيستم ومنظومه بالظبط. احنا في الثلاث سنين دول كان عندنا كرايتيريا للعيب اللي هيخش جوه الفرقه دي، سواء بقى من عناصر الخبره او من قطاع الناشئين او من بره النادي. منها طبعا الانضباط وازاي يخش جوه الفريق ويكون يعني يخش يشتغل على طول زي ما بنقول. هو بصراحه كل اللعيبه اللي جت من بره سواء او اللعيبه اللي احنا كنا متابعينها في قطاع الناشئين او عناصر الخبره اللي فضلت كلهم بصراحه حققوا طموح النادي يعني الفتره دي، يعني احنا في فتره جني مش صحيح. بالظبط. طب كابتن استمرارك في النجاح محتاج ان انت تبقى دايناميك طبعا، يعني مش بس ان انت وصلت بقى للقمه فانا لا ده على طول يعني ببقى معلش اللقطات دي برضو كانت من منين؟ من انهي ماتش برضو؟ ده كان ماتشنا مع ماتش الزمالك تقريبا. الزمالك مع ماتش الزمالك ده كان في انهي حمام؟ ده في نادي هليوبلس. نادي هليوبلس تمام. انا بس عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين احنا الكبات ايه، الزرقاء ولا احنا الابيض؟ الابيض تمام. كابتن قول لي يعني احنا النهارده ايه المطالب مني عشان افضل على القمه؟ انت ايه المطالب منكم كجهاز بقى النهارده؟ هو احنا شايفين ان احنا الحمد لله الفرقه دي اهم ما يميزها ان هي مش طايره في الهواء، هي ماشيه على الارض. احنا يعني عارفين كويس قوي ان احنا كسبنا السنه اللي فاتت وكسبنا السنه دي الحمد لله، بس احنا يعني عايزين نستمر في ده. وفي نفس الوقت المنافسه مش سهله، احنا عندنا انديه عريقه جدا في اللعبه دي وبتقوي نفسها، وهيبقى اكيد في رد فعل للي بيحصل السنتين دول، واحنا عارفين ان هيبقى كل سنه هتبقى اصعب من اللي قبلها. عيني عليك يا كابتن. فعشان كده احنا ان شاء الله يعني مش هنوقف انتدابات برضه من بره، واحنا عينينا دايما على قطاع الناشئين في النادي. التلات محاور اللي حضرتك قلتهم، الخبره تفضل بالظبط، انتدابات من بره اللي تعمل الفرق معايا بالظبط، الحاجه الثانيه العناصر الخبره أيوة. باستمرار الابقاء عليه عندنا محمد علاء عبد الستار كابتن الفرقه لحد اخر ماتش، هو مؤثر جدا جوه فنيا، يعني هو مش بس راجل يعني مش كابتن فرقه مباراه، كابتن فرقه بيشارك. ماتش خلصها في ايه جون حطيته السنه دي في الدوري؟ كان قلت لي اخر ثانيه او حاجه زي كده كانوا اتكلمنا صح يعني بقى بالظبط. انا كمان غير الماتش ايه يا محمد؟ الجزيرة اول جول واخر جول في الدوري اللي فات هو اللي عليه، فاذا هو وجوده حاجز مكانه بدراعه فنيا. وبعدين كمان في واحد بقى احنا لازم نقدره يعني برضو من عناصر الخبره، هو حاليا يعني بحكم الشغل يعني موجود في دبي، بس احنا بنبعت له البروجرام كل سنه، بيشتغل مع الفرقه تقريبا بارلل بس مش في مصر. ممتاز. وبيجي قبل البطوله. مين يا كابتن؟ هقول لك. بيجي قبل البطوله باسبوع متمرن زي الفرقه. الله اكبر. خلاص، وبياخد الجزء التكتيكي في الاسبوع ده ويخش معانا، وبيتحمل مصاريف قدومه من الالف للياء. خالد ماهر الله اكبر. ابن النادي الاهلي، ابن قطاع الناشئين من النادي الاهلي،
وهو من الناس بقى له سنتين قبل يعني قبل كل بطوله موجود، هو بيقول انا موجود، انتوا هتستخدموني انا موجود. بس ده فكر حلو منكم كجهاز ان انت تستعين بكل ادواتك. انا اللي اقدر استخدمه في حاجه كويسه استخدمه. الله ينور عليك يا كابتن، والحقيقه انا كده مطمن يعني، صوت الجهاز الفني صوت عقل، صوت هو عارف هو عايز يروح فين.